وفي نفس السياق أعرب العمامرة عن دعم الجزائر للطلب الذي تقدم به الرئيس الفلسطيني للأمين العام للأمم المتحدة، حيث قال العمامرة حول فلسطين أن قبول فلسطين سيساهم في تسوية القضية الفلسطينية وسيضع القوة المحتلة أمام مسؤوليتها، وأن صمت المجتمع الدولي وسياسة الأمر الواقع سيقوضان أي أمل في تسوية نهاية عادلة للمسألة الفلسطينية.